لا 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 لا. رياضة الموت. أشخاص تعرضوا للشلل الجزئي أو حتى الكامل. شباب فقدوا حياتهم. إصابات، أدرينالين أو قوة قلب أو حتى جنون. لكن ليش كل اللي بيبدأ هذه الرياضة بيدمنها؟ عشان هيك تعالوا معي في هذه الرحلة عشان أخبركم. في هذا الفيديو استعنت بصديقي عبد الرحمن، وهو أحد المغامرين اللي بيحبوا يمارسوا الرياضات اللي فيها أدرينالين. واليوم قصتنا عن رياضة تسلق الجبال. رحنا في البداية على نادي عشان أجرب التسلق هناك لتحديد مستواي، وفعلا استقبلنا نادي ماونتين إكستريم للتسلق الموجود في دبي. وأول ما دخلنا طلعت المعزل اللي جواتي وبلشت أتسلق. شوف الحركة هاي. هي 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 انتظر انتظر، وين رايح؟ طلع انه لازم يكون في اساليب حمايه والبس بوت معين وابلكيشن ومن داري شو. هي طلعت قصه، راح اخبركم عن هاي التفاصيل بس نوصل للجبل. المهم بدات من اسهل المراحل حتى يتم تحديد مستواي لاختيار الجبل المناسب للتسلق. وبعد عده محاولات كان بعضها ناجحه وبعضها عدت على خير الحمد لله، بعضها كان على نوع من التسلق اسمه بولدرينج بدون حبال لانه مسافته قصيره، وبعضه مع حبال لانه مسافته عاليه. وبعد ما خلصنا كرموني بجائزه افضل كذاب لانهم عرفوا اني كنت اتسلق قبل هيك بلون. ما عليه. طلعنا ورحنا على جبل جيس الموجود في راس الخيمه وبدانا نجهز العده. وحتى تعرفوا شو هو التسلق وخطواته، في البدايه لازم البس الهارنس اللي بيمسك وسطي وبينربط فيه الحبل، وبيكون طرف الحبل الثاني داخل باعلى قمه في الجبل ونازل وموصول في الزميل عشان يقدر يرفعني ويثبتني في حال وقعت عن طريق هذا الجهاز اللي بيقفل على الحبل لو نزل لتحت. لكن صحيح مين اللي حط الحبل فوق بالقمة؟ كيف وصل هناك؟ قائد التسلق اللي بيطلع بيركب الحبل عند كل نقطة حتى إذا يوقع مسافة قصيرة لغاية ما يوصل آخر نقطة ويدخل الحبل وينزله للأرض حتى يكون هيك. لكن دقيقة شوي، مين اللي حفر وحط هاي المسامير والبولتات بالصخر؟ واللي هو نفسه القائد، لكن اتسلق عن طريق سهل للقمة وركب أول بولت ونزل الأرض وبدأ يتسلق طبيعي. وعند كل مسافة بيعمل إشارة زي هيك، ولما يوصل القمة بيرجع بنزل وبيحفر مكان الإشارات، أو إنه يبدأ من أسفل القمة ويبدأ بشكل تدريجي، وهذا بيعتمد على قوته في التسلق. المهم بلشت أتسلق ما وصلت القمة لأنه طلع في شوية قطع ناقصة وخفنا نكمل بدون حماية لكن عادي، أنا بالأردن اتسلقت ووصلت القمة. الآن خليني أكون معكم جدي، شو هو السبب اللي بيخلي المتسلقين يتسلقوا وهم عارفين شو هي الخطورة اللي هم فيها؟ ببساطة الشعور اللي بتعطيك إياه شعور مش موجود في أي رياضة بالعالم، واللي هو بيفصلك عن العالم بشكل كامل وبتتحدى نفسك، وبيكون تركيزك فقط على خطواتك، وبيعطيك الفرصة لتكتشف قوة تحملك الحقيقية لأنه الموضوع مش مزحة. إذا ما تحملت لأقصى الحدود مصيرك إنك توقع، وهذا الشعور بينطبق على كل شيء في حياتك. كثير من المغامرين والشباب الطائشين ما بيتبعوا معايير السلامة، بيشوفوا فيديو بروحوا بيقلدوه، وبينتهي فيهم المطاف بأنهم بيحطوا أنفسهم بمواقف ما بينحسدوا عليها، وبيتخذوا الموضوع على أنه لعب، وهم لازم يتدربوا ويروحوا على الأماكن المخصصة للتدريب، زي هذه الأندية، لأنه كل أبطال التسلق اللي بنشوفهم وراء الشاشات بلشوا من هون. فبدل ما تفكر حالك فهمان وقبضاي، فكر وركز باللي بتعمله وما تكون طايش، ارتقي.